السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع صحيحه؟ كي دايرين صحيحتكم وليداتكم ومعز عليكم؟ كل شيء بخير وعلى خير. اليوم البنات مشيت للسوق وجبت لحام د البلدي، لقيته موجود تبارك الله، عرفتي موجود على مزيناتو باقي جديد، وجبت منه 2 كيلو. غادي نرقدو غادي ندير منه الحام د المصير. المهم انا غادي نوري لكم هانتوما تبارك الله زوين على مزيناتو. دابا الحام د البلدي موجود البنات، استغلوه ورقدوه، ديروا منه العصير، ديروا منه الكيكات. المهم استغلوا هذا الحام د البلدي، راه فيه بزاف ديال الفوائد زوين، وفيه حتى واحد المذاق رائع فن فن. عرفتي انا كنديروا عصير مع التفاح والبنان شي نهار غادي نشاركو معكم، زوين بزاف. وكنرقدو دابا انا جبت 2 كيلو هنايا، خديت 2 كيلو رقدتهم في الماء، درت سوبانيو ديال الماء ورقدتو، خليت واحد 10 دقائق باش الا كنمشيو سيخه بحال هكا كارمه ولا شي حاجه كترطب وكتحيد. صافي، ودرت واحد الشيسه رطبه صغيره ديال الكوزينه، وضربت عليه بواحد الحكه كنحك بالوحده بالوحده، حكيتو مزيان وعاود شللت عاود ثاني. عرفتو هانتوما شوفو ولا كيشعل، رجع ما نقولش لكم. صافي دابا خليتو تسقطر مزيان، وحتى العشيه دابا العشيه هذه وغادي نصايبو دابا، غادي نرقدو بطريقه ساهله وكيجي زوين، وغادي نوريكم حسن اللي كنت مرقده العام اللي فات، حتى هو كيجي واعر في المذاق وفي كل شيء. المهم انا غادي دابا ندور الكاميرا، غادي نوريكم كيفاش غادي ندير ليه باش غادي نرقدو، غادي يولي حامض مصير واعر، وبطريقه اللي هي ساهله حيت كلها الطريقه ديالها. كاين اللي كدير ليه الملحه عير كما الطريقه اللي غندير انا، كاين اللي كدير ليه الماء طيبو، كله وكيفاش الطريقه ديالها. المهم انا غنشارك معكم الطريقه ديالي، ساهله ماهله وكيجي واعر. وكما قلت لكم غادي نوريكم ديال داك العام اللي فات اللي كنت مرقده، راه باقي عندي منه غادي نوريه لكم. المهم البنات كما قلت لكم دابا الحامض البلدي موجود حسن من الحامض الرومي، كما كتعرفوا فيه بزاف ديال الفوائد. عرفتوا تبارك الله عجبني جديد كله تبارك الله زوين، جبتو انايا مقادمه، ما جبتش شي صغير وشي كبير، جبتو كله بحال هكا تقاده وحده باش كيجيني زوين في الطرقات ملي كنبغي نهز، كنهز يعني حبه تكون متوسطه، ما تكونش عاوتاني كبيره وما تكونش صغيره. المهم انا غادي ندوز دابا نصايبو، انا راه كنزرف في الهضره وكنزرف في التصوير في كل شيء، لحقاش بنتي الصغيره ناعسه ولا مشات حتى فاقت ليا، صافي غادي تبدا تبكي ولا تبغي، لا ما تبغي شي حاجه، تبغيني نردعها ولا نبدل ليها ولا نوكلها. انا ملي كنعسه كنستغل الوقت وكنجي كندير معكم فيديوهات. المهم انا غادي نصايبو، ندور الكاميرا غتشوفوا معايا كلشي. ها انتم البنات، نقاد التليفون. المهم هنايا كما قلت لكم عندي 2 كيلو، المهم البنات كما قلت لكم انا هنايا عندي 2 كيلو ديال الحامض، جبت 2 كيلو ديال الحامض، غادي نديرو في هاد القرعه هادي، غادي نديرو في هاد القرعه وغنخليه يباس. ها انتم غتشوفوا معايا غنخليه يباس، حيت ملي كيبات كيهبط لينا شويه، عاوتاني كيخصنا الحامض، خاص ضروري تشيطوا باش الا خصكم تزيدوا تكملوا بلا ما تمشيو عاوتاني للسوق، ربما ما يكونش عندكم الوقت ولا شي حاجه، وتقدروا عاوتاني ما تلقاوش الحامض البلدي، كيطيروا به العيرات ما كيبقاش، حيت زوين كما قلت لكم العصير زوين، كيجي زوين في الكيكه وكيجي زوين في الحامض المصير، كياخذوه الناس بزاف كيديروا الحامض المصير. هذا هو اللي كنت دايره داك العام، داك العام رقدت انا قرعه تقريبا صغر من هذه، ها هي نيت هي حدايا، رقدت هذه القرعه هذه عامره وهادي، وكنديرو انا بزاف كنديرو في الدجاج، كنديرو في بحال في الخبيزه في الطواجن ديال الدجاج، كنديرو في الحوت، كنديرو بزاف كنستعملو بزاف، كيعجبني الحامض المصير. كنت مرقدت هادي وهادي، هادي صافي سالات انا غسلتها، ربما نقدر ندير فيها حتى هي، وهادي بقى عندي فيها هاد الشويه، عندي فيها هاد الشويه، انا غادي نجيب طبسيل وفورشيط وغادي نوريكم كيفاش كيجي، كيجي خطير البنات. هضره ديال داك العام اللي فات، عرفتوا راه باقي زوين وكيجي غزال. انا مزيره القرعه مزيان، لحقاش خاصكم تبقاو مزيرين عليه القرعه الا بغيتو ما يخسر ما والو، يبقى زوين. ها انتم انا غادي نجيب طبسيل وغادي نوريكم. ها انتم تبارك الله كيفاش باقي، شفتوا معايا كيفاش داير، كيجي تبارك الله معسل، كيبقى رطب وشاد في راسو. هانتوما البنات شوفوا، شوفوا تبارك الله كيفاش، هذا راه ديال داك العام اللي رقدت داك العام، داك العام بحال هاد لقيته، شوفوا تبارك الله كي باقي على مزيناتو، ما حد هو كيبقى هو كيزيد يزيان، واخا يبقى تاع نص ولا عامين
كيبقى بحال ما هكا زوين. شفتوا انا ما كندير ليه لا ما طيب لا حتى شي حاجه، غير هذه الطريقه اللي غنوريكم اللي غادي ندير دابا. المهم غادي نخلي هذا هنايا. بالنسبه للطريقه البنات ساهله ماهله، ما كاينش مسهل منها. كناخذ بحال هكا الملحه كنديرها فشي زلافه، يعني اسهل طريقه بالنسبه لي انا كتجيني في الطريقه ديال الحم. ما كندير لا ما لا والو كما قلت لكم، صافي بحال هكا. كناخذ قرعه، هذه القرعه راني معقماها وكل شيء وصافي، كان فيها غير نديرها فيها غير العسل وغسلتها مزيان، درت لها شويه الماء طيب وعقمتها وخليتها حتى تسقط راس مزيان ومسحتها صافي. وغادي ندير دابا هاد الحام بحال هكا، كنشد الحام دابا بحال ما هكا، كنقطع عليها واحد شويه من هنايا. بغيتوش كاع تحيدوا هذا ما تحيدوش، المهم انا حيت تبان ليا خضر حيدته صافي. وكنحيد هاد البيبيسه هذه اللي كتكون بحال ما هكا خضراء حتى هي كنحيدها، وكندير بحال ما هكا كنقسمها على اربعه بحال هاد الطريقه هذه. يعني الطريقه ساهله بزاف كاع بحال هكا، كنقسمها وكناخذ بحال هكا. انا غادي نجيب شي طبسيل باش غادي، ولا غادي ندير غير هاد البلاطو هذا باش الا طاحت ليا الملحه كطيح هنا ما كطيحش ليا فوق لافابو صافي. كندير بحال ما هكا، كناخذ شويه تقريبا واحد المعلقه صغيره ولا نص معلقه ديال يعني القياس وصافي، عينكم ميزانكم بحال ما هكا. كنعاود نحل ثاني الجهه الاخرى وكندير فيها بحال هكا الملحه صافي. بهذه الطريقه هذه كندير الملحه من هذه الجهه والملحه من هذه الجهه صافي، وكنحط بحال هكا في القرعه. هانتوما غتشوفوا معايا، انا غادي نحاول نزرب الفيديو باش ما يجيكمش طويل بزاف. كندير الحام مقل كيعجبكش؟ لا. ها كيعجبكش؟ لا. وكتقادو بحال هكا البنات في القرعه، تحاولوا تقادو تزاحموا، هو خصو ضروري يكون مزاحم فهمتي بحال هكا. نحيد لي هاد النباته هادي صافي، وكندير بحال ما هكا الملحه هاد النباسه البنات الخضراء. انا كنحيدها ما كنخليهاش، كنحاول نحيدها، يا راه واخا تبقى ماشي مشكل ولكن انا كنحيدها ما كنخليهاش، نبقى عليها بحال هكا بشويه حتى كتحيد بحال هكا صافي. دابا انا كملت القرعه عمرات، كدكو مزيان كتوركو عليه كتزاحمو، ضروري خصو يكون مزاحم وكيطلق داك الماء ديالو، داك الماء ديالو هو اللي كيعاونو في الطياب وكيخليه كيكون زوين، كيبقى العام كامل وهو زوين بلا ما تزيدو عليه لا ما طيب لا ما بارد لا والو، غير الماء ديالو كيطلق داك الماء ديالو مع الملحه وكيبقى، واخا يبقى حتى عامين ما كيوقع عليه حتى شي حاجه كيبقى زوين. هانتوما شفتوا صافي القرعه راه عمرات، انا راه دكيتها مزيان
دابا غادي نخليها ان شاء الله الصباح غادي نخليها تبات، غادي نسد عليها نسد عليها ونخليها تبات الصباح ان شاء الله. هانتوما شوفوا شحال طلق ديال الماء، شفتوا شو كيطلق الماء مع ديك الملحه، كيطلق داك الماء، هذا الماء هو اللي كيطيب فيه الحامض وكيبقى مزيان، ما كيوقع ليه حتى شي حاجه. المهم دابا غادي نسدو، غادي ندير عليه واحد السلوفان وغادي نسد هاد القرعه مزيان وغادي نخليها حتى الصباح ان شاء الله. غادي نلقى هاد الحامض، غادي نلقاه هبط، غادي نلقاه هبط لتحت. هانتوما غتشوفوا معايا نلقاه هبط لتحت وهذاك الماء طلع الفوق، وغادي نزيد هاد الحامض اللي شاط ليا. ضروري تشيطوا الحامض كما قلت لكم ضروري، حيت ملي الغدلين كيبات الغدلين كيهبط داك الحامض وكيطلع داك الماء، وخاصكم تزيدوا تعمروا القرعه، تزيدوا تعمروا القرعه باش كتبقى ما كيبقاش يدور فيها النفس وكطيب لكم وكتبقى مزيانه. صافي ديك الساعه ملي كيطيب راه كتبداو تهزوا منه بشويه بشويه كما وريتكم وكيبقى مزيان. المهم غير ملي تجبدوا منه كتزيروا القرعه مزيان باش ما كيدخلش ليها النفس وتبقى مزيان. المهم كما قلت لكم انا غادي نجيب دابا السلوفان غادي نديرو ونسد القرعه ونخليه حتى الصباح ان شاء الله، ونعاود عاوتاني نوريكم كيفاش غادي يولي. هانتوما البنات انا جبت دابا السلوفان، ندير بحال ما كاين السلوفان باش كيبقى ما كما قلت لكم ما كيدخل ليه لا ريح لا والو هكاك. صافي وغادي نسد القرعه، القرعه تكون كتسد مزيان. صافي دابا انا سديت عليها مزيان، غادي نخليها ان شاء الله كما قلت لكم حتى الصباح دائما، غادي نخليها حتى الصباح وغادي يهبط هذا الحامض. وهذا غادي نديرو في الثلاجه، هذا الحامض اللي شاط ليا غادي نديرو في الثلاجه حتى لغدا، وغادي نوريكم كيفاش غادي نكمل به. المهم راه الطريقه راه معروفه راه ساهله، هانتوما شفتوا راه وريتكم في الاول كيفاش كيجي، كيجي خطير في الماكله وفي المذاق وفي كل شيء. صافي انا غادي نخليه دابا ان شاء الله حتى الصباح وغادي نرجع لكم. هنايا البنات من بعد ما خليت هذيك القرعه باتت ليله كامله كما قلت لكم حتى الغدلين، دابا راه النهار الثاني. هانتوما داك العصير ديال الحامض تالي طلع، حتى النص ديال القرعه مع ديك الملحه والحامض كيطلق داك العصير ديالو، كيطلق داك الماء ديالو هو فاش كيطيب. هانتوما غتشوفوا فاش غادي نزيد الحامض راه غادي يزيد يطلق الماء وغادي يطلع الماء حتى للفوق ديال القرعه، وهو فاش غادي يطيب ما نديرو لا ما طيب لا ما بارد لا حتى شي حاجه. غير داك الماء ديال الحامض كيطيب فيه كيجي واعر، كيجي فيه واحد المذاق خطير وزوين وكيجي لذيذ بزاف. هانتوما الحامض اللي شاط ليا ضروري كتاخذوا الحامض شويه بزيد باش ضروري غادي يخصكم، حيت ملي كتبات في اي حاجه درتوه في بوديزات ولا في دوك السوبيرات في اي حاجه ملي كيبات الغدلين كيهبط داك الحامض وكيخصكم تزيدوا باش تعمروا القرعه ولا اي حاجه درتو فيها كيخصكم تعمروها باش ما كتبقاش تدخل ليه الهواء وكتعمروا باش يعني غتحتاجوه قد ما كان عندكم الحامض مرقد في الدار، قد ما يعني كيجي في اي حاجه، كيجي في الطواجن، كيجي في الدجاج، في الحوت، في خبيزه، في اي حاجه كيجي زوين، غير مع شويه ديال الدجاج وبطاطا والزيتون الحامض مصير كيجي خطير، كيجي زوين خصوصا هذا البلدي اللي مصيف في الدار كيجي يا سلام ما تشبعوش منه. المهم هنايا انا كندير الملحه غير القياس صافي، وكنبقى كندك حتى كنعمر مزيان. الا خاصكم بحال هكا الحامض ما شاطش ليكم وخاصكم تقدروا تخليوه حتى لواحد النهار ولا يومين على ما تجيبوا الحامض من السوق وتزيدوه، مثلا تجيبوا واحد خاصكم مثلا شي نص كيلو ولا كيلو كتجيبوه عاوتاني وتغسلوه وتعاودوا تزيدوه. الا هادشي الا ما شاطش ليكم في نفس الغدلين يعني ما شاطش ليكم باش ما كانش عندكم الوقت باش تجيبوا الحامض، وخا يبقى تبقى هاد القرعه يهبط داك الحامض وتبقى القرعه واحد يومين حتى لثلاث ايام عاد تزيدوا فيها الحامض ماشي مشكل، ولكن من الاحسن تشيطوا الحامض باش كيطيب كله بحال بحال، ماشي داك اللي لتحت كيطيب واللي الفوق كيبقى شويه شاد. من الاحسن ديروه بحال الطريقه اللي درت انا، كتبيتوه والغدلين كتلقاو الحامض شيط موجود عندكم، وكتزيدوا تكملوا تعمروا القرعه مزيان باش كله كيطيب من الفوق حتى لتحت كيطيب كله الطيبه مقاده. صافي كنبقى بحال هكا كنعمر حتى غادي نعمر القرعه كامله. وهاد النباته الخضراء ضروري البنات كما قلت لكم ضروري كنحيدها، هانتوما شفتوا ربما طلق لينا شي مروره ولا شي حاجه كنحيدها وكنتفادى منها، هانتوما شفتوا. صافي يعني الطريقه
ساهله ماهله، ما كاينش مسهل منها. وانا الهوايه ديالي هي هادشي ديال الطرقات، الزيتون، الحامض، الحاره، اي حاجه كترقد كتعجبني انا. واخا هكاك البنات راه ما كنقويش فهاد الحامض الملحه بزاف، كندير غير القياس وصافي. كما كنقولوا الحاجه الا فاتت حدها كتقلب الى ضدها. ضروري الحاجه خصنا نديرو فيها يعني اي حاجه كتكون القياس عينك ميزان. كنشوف شي عيالات كيبقاو كيديروا هاد الحامض مصير بهاد الطريقه، وكيبقاو يدكوا ديك الحامضه كيعمروها بالملح، وكيبقاو يدكوا في الملح يدكوا، ولكن ملي كيطيب كيولي حامض مصير، وكيبغيو يديروه في الماكله كتجيهم ديك الماكله شويه مالحه. من الاحسن ديروا غير القياس ديال الملحه باش كيجي في البنه ديالو زوين، ولا درناه في الماكله ما كيجيش عاوتاني كيملح لينا الماكله بلا قياس. ها نتوما البنات شفتوا داك العصير ديال الحامض حتى طلع حتى الفم ديال القرعه، ومازال غيزيد يطلق مازال شي شويه ديال الماء مع الحامض كندير فيه الملحه كيطلق داك الماء ديالو، وهداك الماء هو فاش كيطيب وكيجي فيه واحد المذاق البنات، كيجي فيه واحد المذاق رائع مع ديال الدار، ما فيه لا صوجا لا حتى شي حاجه، يعني طيب ديال الدار ومصايب باليد، كيجي فيه واحد المذاق غزال كيحمق ملي كنديرو في دجاج محمر. والله البنات قسما بالله ما تشبعوش منه، كيجي فيه داك المذاق ديال الحامض مصير البلدي كيجي فيه خطير وزوين. يعني الحاجه ديال الدار راه ما كاينش محسن منها. صافي كندير كنرجع ليه هاد البلاستيكه وكنسد القرع مزيان مزيان. من الاحسن ديروه بحال هكا في القرعه ديال الدجاج ولا في اي حاجه ديال الدجاج. صافي دابا غادي نديرو في البلاكار لتحت وغادي ننساه ونخليه حتى يطيب على خاطره، خليه واحد الشهر ولا شهرين حتى يبان ليا بدا كيطيب، ولا ما كنش كاع محتاجه كنخليه ما حد هو كيطيب وكيزيد يتعسل وكيزيد يزيان. ها نتوما شفتوا راه كيطيب في الماء ديالو، شفتوا كيجي زوين البنات كيجي واعر. غير استغلوا دابا الحامض البلدي راه تبارك الله موجود وزوين، انا كيعجبني الحامض البلدي. هذه هي الطريقه ديالي في الحامض مصير، كتجي زوينه وكيجي غزال ولذيذ. يلا البنات السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد.